اي تمام. كل هذا العدد هسه مالتكم؟ يا بعد ما عندنا انتوا اخر وجبه يعني؟ والمفروض سي ودي يقولون اجوا. عددنا قليل فدخلوا. اي بعدين بس هسه اجوا قالوا للدكتوره انه اكو عدد. ماما انتوا اذا كليتكم تكفي تاخذون هسه تعالوا. يقولوا عاد شنو خلينا نمشي احنا اعتياديا مثل التبليغات. ودي واحد بس انت وحدك موجوده دي؟ واحد دي. يا ظل مو مشكله يعني مو عدد هوايه. لا لا خطا يعني. يلا ماما هسه هنا براح المختبر ايش راح نبدي؟ نبدي نشرح على الريسبيراتوري وعلى الجزء اللي هو يتمثل لي بال بالجوتيتيوب. هذا السلايد ان ذيس سلايد شو ذا تو نيورال تيوب. ذيس از ذا نيورال تيوب تكون ريبريزنتد باي ذا المايلين سيفيلون اند ذيس از ذا تيلوكورويد. From to the myelin cephalon you can see this is the otic cyst and interiorly to the otocyst or ear vesicles this is the costocoepiphysis. Interiorly to the costocoepiphysis this is the lateral germinal beha ganglia and this is the 9 and the 10th of the cranial nerve. Bill other side also you can see this is the neural tube. والنيورال تيوب هذا يتمثل لي هنا يتمثل بالتيلينسيفيلون. This is the diencephalon and this is the infundibulum with the Rathke's pouch forming to the pituitary gland. Here in this sections also you can see two neural tube in this side and in this side. This is the neural tube ventral to the notochord. Neural tube surrounded by the sclerotomes اللي تكون هي تتمثل لي بال loose connective tissue and the dense هي dermatomyotome. Ventral to the neural tube notochord. Ventral to the notochord you can see this is the bilateral of the dorsal aorta. Interiorly to the dorsal aorta you can see this is the cardinal vein. And ventral to the dorsal aorta, راح نشوف the gut tube beginning to the pharynx. Also, in this slide, show to the pharyngeal arch with the aortic arch. This is the pharyngeal arch with the aortic arch, and this is the pharyngeal pouch. وتكون هي surrounded لل each core of the pharyngeal arch. تكون واللي جايتنا هي من الداخل تكون surrounded. Is the endodermal regions, بينما the outer regions اللي هي نسميها pharyngeal cleft. Also in this section showed the Rathke's pouch اللي هي from to the project from to the oral cavity, stomatal oral cavity, and the project from the diencephalon. This is the infundibulum. The infundibulum via Rathke's pouch forming to the pituitary gland. هذا اللي حد الان احنا هسه كلها ماخذيها بس دا امشي عليكم اياها حتى نمشي بالسلايد اعتيادي. مور انتيريالي ايضا راح نشوف النيورال تيوب فنترال تو ات تو ذا نوتوكورد. فنترال تو ذا نوتوكورد ذيس از ذا دورزال ايورتا سنجل دورزال ايورتا سكليروتوم ديرمامايوتوم تو ذيس از ذا كاردينال فين. فنترال تو ذا دورزال ايورتا راح يجينا جات تيوب ودشوفون هنا الجات تيوب من صايرت لنا اكو جزئين اللي هي divided by the septums تعطينا الجزء اللي هو الدورزال الايسوفاجس والفنترال مالتها راح يمثل لي بالتراكيا. between them اللي هي السبتمز تسمى بالتراكيا ايسوفاجال سبتمز. واضح؟ ventral to the gut tube the heart loop. Also in this sections show to the diencephalon what the optic cup with the
الفيزرا والاوبتيك ستونك وذيس از ذا لايرز اوف ذا ريتينا. واضح. واكو دا يصير عندنا هنا بهذا الجزء ثيكنينج بالاكتودرمز. ذيس از كولد ذا الاوليفاكتوري بلاكود. بعدين ليترز راح يصير بيها الانفاجينيشنز فورمينج تو ذا يو كان سي ان هير سيكشنز. ذيس از ذا الاوليفاكتوري بلاكود and in this section صار بها الانفاجينيشنز forming to the الاوليفاكتوري pit. اذا هذا pit من نأشر عليه الاوليفاكتوري pit. This is the الاوليفاكتوري placod. Neural tube ventral to it notochord single dorsal aorta ventral to the dorsal aorta gut tube. احنا قلنا اكو سابتومز راح تقسم لنا اياها الى الايسوفاجوس والتراكيا. هسه لمباوعها هذه تمثلي هي الايسوفاجوس وهنا التراكيا بدت بيها divided to the two main bronchi. This is the two main bronchi. انا بالمحاضره كاتبت لكم اياها. اكو عندنا dorsal mesentery يكون هو suspended by the abdominal wall is called the dorsal mesentery. هنا هذا الجزء اللي هو dorsal mesentery راح يكون المنطقة اللي هي suspended المن لكل الجات تيوب هو foregut الفوريجات والميدجات والهاندجات. اكو عندنا dorsal mesentery لكن نلاحظ انه الميدجات والهاندجات مو راح يكون عندنا الجزء اللي هو الventral mesentery. ليش؟ لان الventral mesentery هو extended من الايسوفيجاس وبعد ذلك راح ينزل لنا للستومك والجزء الابر بارت اوف ذا ديجينا فقط. واضح ماما؟ فاذا اذا اشلك هنا هاي شو تمثلي؟ تمثلي دورزال ميزنتري. This is the ventral ميزنتري. ليش؟ لان انا موجوده بالفوريجات. This is the esophagus و هذه two main bronchioles. الكافيتي اللي يكون surrounded to the gut tube اذا اشلك هنا هذا peritoneal cavity بينما ما طول اني هنا عندي respiratory is called the pleural cavity. اذا هذا peritoneal cavity. This is the pleural cavity. زين ventral to the الجزء اللي هو الventral mesentery. This is the heart loop والcavity of the heart is called the pericardial cavity. اي مكان اشر لك اياها خارجها اللي يكون surrounded to the heart هي تقول لي عليها هي تمثل لي بال pericardial cavity. هنا لو تشوفون هذا اكو عندنا الثيكنينج اللي صارت هذه تمثل بالاوليفاكتوري بلاكود بينما ذاك الجزء اللي هو يكون الاوليفاكتوري فيت. First slide. Second slide اللي هو يكون ايضا بالتشيك امبريو لكن more development. عندنا neural tube ventral to it to the notochord ventral to it dorsal aorta ventral to the dorsal aorta عندنا gut tube. بالgut tube اكو عندنا جزئين جزء الاستومك وجزء اللي يكون هو يتمثل لي بالدوجينا. شلون اميز؟ تقول لي هذا اني اشر لك عليه تقول لي هذا دوجينا وهذا تقول لي عليه استومك. من تشوفون اللومن مالتها يكون نارو. This is the duodenum. واضح ماما؟ هذا duodenum regions. وايضا من duodenum regions اكو عندنا فد project يكون بها derivative from the duodenum. This is the pancreas. هذا اذا اشر لك عليه هذا البنكرياس. This is the duodenum. وايضا لو نشوفه اكو suspended by the dorsal mesentery. This is the ventral mesentery. والكافيتي اللي راح يكون هو peritoneal cavity.
بلو نشوف بالفنترال تو ذا الفنترال بها مزنتري. This is the liver ooze. You can see and the liver sinusoid. واكو عندنا large duct. This is the ductus venosus. الكافيتي. This is the peritoneal cavity. Ventral to the liver اللي هي تمثل لي. This is the heart loop. واضح ماما؟ هذا الليفر وهذا عندنا الهارت والكافيتي مالتها راح يتمثل لي بالبيريكارديال كافيتي. نشوف مور ديفلوبمنت. انا ايش قلت لكم؟ قلت لكم اذا كان اكو دورزال ميزنتري موجود بالفوريجات بكل الجات تيوب وايضا موجود عندنا بالميدجات والهاندجات، لكن الجزء اللي هي يكون بالميدجات وال شو اسمه مو راح يكون عندنا الفنترال ميزنتري. هنا ايش طالع لي؟ طالع لنا هذا نيورال تيوب نوتوكورد دورزال ايورتا. You can see this is the beginning development of the renal systems. هذه بدايتها. ولو شوف هذا تقول لي dorsal mesentery of the hand gut. ليش؟ لأن هذا هو يتمثل لي بالintestinal loop. فإذا لازم تميز لي هذا تقول لي dorsal aorta وين جاني؟ جاني بالجزء اللي هي ال hand gut. زين هاي شنو هي؟ من يعرفها؟ لو ملتهين ده تمتحنون تقرون. Very good. هذه اللانجود. ليش؟ من الابيكال اكتودرمال ريج. هذه وياها ثيكنينج صايره بالاكتودرمز. Here in these sections show the neural tube, notochord, sclerotome, germomyotome, single dorsal aorta. This is the cardinal vein. وهنا راح نشوفها اللي هي تتمثل لي بالإيسوفاجس والتراكيا وبتوين ذا اللي هي تراكيا إيسوفاجال سبتومز. You can see this is the Rathke's pouch, the infundibulum, and the optic cup with the lens vesicles. هذا أخذناها سبتشك. لو نشوفها بالبيج راح تكون أكثر عندنا واضحة. بالنسبة للجات تيوب neural tube, spinal ganglia اللي هي root ganglia, basal plate, alar plate, notochord, dorsal aorta, ventral to the dorsal aorta. This is the cardinal behavior. Dorsal اللي هي تكون ventral to the dorsal aorta. راح نشوف gut tube. شوفوا هنا أنا أكو راح نشوف فيها. You can see the two tubes. الدورزالي this is the الإيسوفاجس والفنترال مالتها اللي هو تريكيا. شلون صارت عندنا هنا الفور جات اللي هي divided by the septums is called the tracheoesophageal septums. هنا التأشير مالتها إذا أشير لك هنا هذه tracheoesophageal septums هذا إيسوفاجس وهذا التريكيا. بعدين قد يكون هذه التريكيا بها beginning to the divided. Here you can see this is the heart loop and this is the olfactory bit. ليش؟ لأن هي جت أول بداية thickening باللي تكون ال olfactory placod. Also in these sections you can see
the esophagus وال trachea وبتوين them اللي يكون نسميها بالtrachea esophageal septums. ولو نشوف هذا الكافيتي اللي يكون من التراكية يعني للرسبيراتوري ديفارتاكيرم بلورال كافيتي، لكن ما طالع لي الكافيتي مالت القط اللي هو يتمثل لي بالبريتونيال كافيتي. This is the liver روز، واضح عندنا. واكو لارج دكت is called the ductus venosus. لو اروح والكافيتي مالتها اللي هو يتمثل لي بالبريتونيال كافيتي. مور ديفلوبمنت هنا انا واضح عندي. هيك ساج قلت لكم شلون اميز الدوجنم عن من عن الاستومك. شوفوا هناك كانت اللومن مالتها نورو، فقلنا عليها دوجنم. واكو عندنا البنكرياس اللي هو يكون بروجكت فروم ذا دوجنم. هنا انا ايش دا اشوف؟ دا تشوفون اللومن يكون بيها elongated. This is the stomach. وايضا اكو عندنا جزئين اللي هو يتمثل لي dorsal mesentery and the ventral mesentery. والكافيتي مالتها اللي هو peritoneal cavity. Also in these sections you can see the renal systems. ان شاء الله نشرح لكم اياها. Ventral to the ventral mesentery this is the liver. Large you can see ايضا راح نشوفها بيها الليفر بها السينوسايد والهيباتوسايد واللارج دكت. This is the ductus venosus. Also يكون behind to the liver this is the inferiorly vena cava. هذا الانفيريورلي vena cava، هذا الductus venosus. الكافيتي this is the peritoneal cavity. ايضا يكون surrounded to the renal systems this is the peritoneal cavity. احنا قلنا بما انه الانتستين موجودة هذا راح يكون هو الدورزل فقط بها. الدورزل شفتوها بالسلايد اللي قبله، عندنا دورزل ميزنتري فنترال ميزنتري. ليش؟ لان هي بالفورغات. لكن من نشوف الهاند جات هنا أنا فقط دورزل ميزنتري ما عندي، وهذه تتمثل لي بالانتستاينا. اذا اشر لك هنا تقول لي باريتونيال كافيتي، وين ما اشر لكم اياها هذه هي الباريتونيال كافيتي. This is the رينال، واللي ان شاء الله اشرح لكم اياها بالاسبوع الاخر اللي هي الجلوميرولار والداكت، واللي يكون هذا اللارجر ناخذها بوكيتها. ايضا هذا نفس الشيء اللي هو الدورزال ميزنتري اوف ذا هاند جات. اني كويستشن؟ طبعا لا، لان الكل ملتي ده يقرا ولا يم الحكي. يلا انتهى مختبرنا. تعال الغي عيني.